الكلمة للأستاذ عماد جابر. خلص الكلمات. هلا بتجي ما على شيء. خلي الكلمات تخلص قبل المداخلات. ما أعطيتك الكلام. إيه. ما على شيء هلا بنعطيك إياه خلينا. طيب تفضل. نعم. ايه تفضل تفضل دكتور اهلا وسهلا فيك تفضل. شكرا. اللي بدي اقوله الرسائل اللي قدمت لنا اياها كلها سوا ولا وحده وصلتنا. عندنا بميشيغان رسالتين. الرساله الاولى من حضرتك والرساله الاولى من الامين العام بيتر. بيقولوا انه اليوم وبكره واللي بعده فيهم مؤتمر. وجينا على الأساس هيدا. أنا ما عندي أي مشكلة أبداً بأي شيء إلا بوحدة الجامعة. أنا وكل ميشيغان نحن مع وحدة الجامعة بالطريقة اللي أنتم بتفضلوها. إذا كان اليوم تغير من مؤتمر للقاء كان كتير بهمنا أنه نعرف. بحب بلغ الجميع أنه من ضمن وفد ميشيغان عندنا 4 أطباء سكروا عياداتهم تركوا عيالهم واجوا لهوني، كنا قادرين نبعث واحد مننا بس. لذلك نتمنى عليكم انه هيدي مساله دستوريه وتنظيميه غلط وغلط كبير. بس رئيس المجلس الوطني عاطف عيد معه خبر قبل ما جيتوا، نحن اعلمناه قبل ما جيتوا. خليني رد عليك، خليني رد عليك. فتنا بجدالات ولا استاذ بيتر. طيب استاذ احمد بعده قايل انه رساله السيد هيثم جمعه ب 16/3/2010 دكتور حسن انا وصلت ب 17 شهر كنت دكتور هولي. حسن الاستاذ عاطف عيد عنده علم فيها. حضرته الرئيس احمد ناصر اتصل فيي ب 16 شهر يوم اجته الرساله، لكن نحن عندنا هون دعوه رسميه انه تعوا احضروا بكثافه وجابوا قد ما فيكم الناس ليكون في حشود وفي مؤتمر الانتخابات وفي كل ما بتمنوا لانه صارت عم دعوه مكرره عده مرات ومغيره. الكلمه للامين العام بعد ما نحن طلعنا كل قوتي في كلفه 50,000 دولار نحن مكلفين بالوقت هذا انه في نفس المناسبه نحن عندنا عيد الشعانين وكل اولادنا واحفادنا تركناهم لنيجي نحضر المؤتمر لنشارك معكم نحن. هذا شيء مش مضبوط، هذا شيء مش دستوري، هذا شيء غير قانوني. هلا يا استاذ بتقول يا اخي بتمد 22 من نظام الجامعه بيقول مده رئاسه الجامعه سنتين فقط لا غير، صار مجدد 4 مرات الرئاسه رح تروح 10 سنين مش بس سنتين وثلاثه واربعه وخمسه. هيدي سمعناها بنعرفها هي. والثلاث اشهر وست اشهر هيدي كلها كلام بالهواء لحتى جمعتونا لهون ولا شو تعذبونا ولا شو تقطونا المشوار. حضرتك يا بيتر اشهر جيت لعندي على نيويورك وتحدثت انا وياك واجتمعنا بدنا نتعاون وندافع ونحضر المؤتمر بلبنان بدنا بكثافه منكم قدر المستطاع. نحن عملنا المستطاع لانه بهيدي مناسبه اعياد قدرنا كنا وفد من 22 شخص لحتى نقدر من المندوبين ليحضروا هالمؤتمر. اذا نحن فيني جاوبك فيني جاوبك لا خليني كمل بعدين بتجاوب بابك. والاستاذ احمد ناصر اخر تكي تلفن لي وقال لي هذا بطل مؤتمر صار لقاء. خليني جاوبك نحن اليوم ما هودي الشباب كلمه للامين العام وصلت فكرتك وصلت الفكره. يا ليك نحن هلا خط ضميريا اذا بتريد انت مالك عليها انت مالك عليها في انا عم بوجه كلامي للجنه اللي فوق. انا عم بوصل الكلمه للمجلس العالمي في مجلس عالمي غير شرعي غير قانوني مضى علي 4 سنوات 5 سنوات. الكلمه الان لنائب الرئيس الأول للمجلس الوطني في الجابون الأستاذ عماد جابر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات الإخوة والأخوات رئيسا ونواب رئيس وأمين عام ونواب أمين عام ورؤساء فروع في العالم، حضرة ممثل وزارة الخارجية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساسا وجهت الدعوة لنا على أساس أنه سيتم انتخاب هيئة إدارية جديدة، ولكن بعد الإيضاحات من قبل الرئيس السيد أحمد ناصر نرجو أن تستطيع اللجنة التي كلفت من قبل فخامة الرئيس ورئاسة الحكومة أو من وزارة الخارجية
التي لا علم لنا بها كما قال وسبقني إلى ذلك السيد أسمع جيش، أن تكون نرجو أن تستطيع هذه اللجنة أن تبدأ بالحوار لجمع الفرقاء في الاغتراب. نرجو أن تستطيع اللجنة التي كلفت من قبل فخامة رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة البدء حوار بين جميع الفرقاء في الاغتراب على أن تحقق ما نصب إليه جميعاً من التوافق والالتقاء في سبيل إعلاء كلمة لبنان واللبنانيين في بلاد الاغتراب. لن أخوض في المشاكل التي تواجه الجامعة في بلاد الاغتراب حالياً لأن أكثر الزملاء عبروا عن ذلك، لكن لابد من أن أغتنم هذه الفرصة التي منحت لي لكي أوجه نداءً إلى المسؤولين في دولتنا العزيزة بأن المغترب اللبناني بحاجة ماسة إلى رعايتها وحمايتها مع ما يواجهه من مضايقات من اللوب الصهيوني في دول الاغتراب وخاصة في أفريقيا. نداء آخر إلى شركة الميدل إيست، لقد علمنا أنه تم إقرار فتح خط جديد لشركة الميدل إيست إلى أفريقيا ومركزه كينشاسا، هذا شيء جيد ونباركه، ولكن كنا نتمنى أن يكون هناك خط آخر للجابون، ليس لأنني أمثل المجلس الوطني في ذلك البلد، ولكن من حيث عديد أبناء الجالية اللبنانية والتي تعادل 4 مرات عدد الجالية في كينشاسا، ونظراً أيضاً لما توفره دولة الجابون من الاستقرار الأمني والسياسي والخدمات في هذا المجال. أما بالنسبة للمجالس الوطنية في بلاد الاغتراب، أنا أدعو إلى إعادة تفعيلها وإعادة هيكليتها بحيث تستطيع أن تؤدي عملها نحو الأفضل. وأحب أن أنوه إلى ما قام به المجلس الوطني في الجابون على أن يكون قدوة لباقي المجالس في دول الاغتراب. أولاً، بناء مبنى للسفارة على مساحة 10,000 متر مربع، مساحته السكنية 2,500 متر، يستوعب دار سكن للسفير، مكاتب السفارة، مكاتب قنصلية، شقة خاصة بالزائرين والمفردين من الحكومة اللبنانية بكلفة نهائية حوالي 12 مليون دولار. نسبة الإنجاز فيه ما بين 60% إلى 70%، وما زال العمل جارياً لإتمام هذا المشروع. مجمع ثقافي ونادي حسيني مع مدرسة لتعليم اللغة العربية مع مركز جمعية الهدى في الجابون والتي أتشرف برئاستها. أرجو أن يكون اجتماعنا المقبل والذي آمل أن لا يتجاوز فترة 4 أشهر مناسب لتحقيق غايات وأهداف الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم من حيث انتخاب رئيس جديد وهيئة إدارية جديدة وإعادة تفعيل اللجان كما ذكرت. عشتم وعاش الاغتراب، عاش لبنان. الكلمة للأستاذ محمد أرض رملي. أهلا وسهلا. نسلم من حي رئيس والهيئة الإدارية جميعاً وحضرات الأمناء وحضرات رؤساء المجالس والسيدات والسادة والجميع. ومنحب نتشكر الهيئة الإدارية على مجهودها ولو كان متواضع، لكن مجهود أدت وعملت عليه. منحب نتشكر بهالمناسبة حضرة الرئيس اللي ضحى واللي تحمل ضغوطات من جهات عدة ولم يزل يتحمل، وهيدي مهمة كل رئيس بيجي بيقعد محله ما حدا يحسد عليها. لكن الأهم إنه هيدي الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، هيدي جامعة المغتربين في العالم، جامعة 16 مليون لبناني في العالم، نوابغ وعباقرة، جامعة مستثمرين في العالم، جامعة كبار في كافة أصقاع الأرض. هذه الجامعة لا تختصر بهذا الوجود الطيب والجيد والعظيم. هذه الجامعة فيها كذا مؤتمر، كنا بنتمنى يكون في فوق 1,000 عضو موجود ومتواجد معنا. في قارات بحالها غير موجودة، أستراليا منا موجودة. السبب ما عم نفهم ليش. يعني بتمنى نقطة بالنظام قبل ما نلعن الظلام نضوي شمعة. يعني أنا كتير كلامك حلو وراقي، ولكن نتمنى من أول الطريق نبادر اللي بيهمه مصلحة الجامعة يبادر ويقدم اقتراحات ويجي يجيب أعمال اشتغلها برا لمصلحة المغتربين، وهذا بيعطينا حافز
الاتصال دائما بالجامعه هو اللي بيعطي القوه. تفضل. نحن مش عم نلومك بهذا الكلام يا رئيس، وما تاخذه بالشخصي وما تاخذه موجه لك بشكل عام. كل انسان على هالارض الله اعطاه قدرات واعطاه طاقه واعطاه قدره على التحاور والتواصل. ايوه. بيقوم بواجباته بما اعطاه الله، وانت قمت بواجباتك وتشكرتك يا اخي. ايه ما حدا يحسدك على هالموضوع. لا بدي اقول لك انه نحن لازم نساعد بعضنا. ايه نحن ايه لازم نساعد بعض حتى ننهض. وبعدين ولا مؤتمر بيصير في ألفي بيصير مهرجانات بيجي ألف شخص، ولكن كفروع وكذا. بدي الفت لك نظرك، لو بضيعتك يا رئيس جمعيه اهليه من جمعيات القريه اللي حضرتك منها دعت الى جمعيه عموميه لكانت تواجه هذا مهرجان ضعف. معلش، لا الجمعيه عموميه لتواجد ضعف الحاضر. طيب كفي كفي تفضل. طيب اذا بدك تحاورني بنتحاور، اذا بدك اياني كفي انا بكفي. كفي بس كفي. بتمنى عليك جاوبني بالاخير على كل شيء، لكن ليس هنالك شيء بالشخصي. لا ابدا. طيب المساله الثانيه، طرح موضوع الحوار. منذ تشكلت هذه الهيئة الإدارية في المؤتمر السابق 12 شكلت لجنة للحوار، سميت بالحوار الدائم وليس بالحوار المؤقت الدائم. يعني طالما هذه الهيئة الإدارية قائمة طالما هذا الحوار دائم وقائم. للأسف خينا عباس فواز نشط وكشف لنا عن عضلاته بالشهر الأول والثاني، بالشهر الثالث بلش نفس. شو في لك يا ابو الفضل؟ بيقول لي والله يا اخي عم بتواجه. لك والله يا اخي لك عم مين عم بيواجهك؟ فهمنا. ان ندعي الحوار وان يكون الحوار فقط لاجل الحوار ولاجل ان نسمي على ذاتنا باننا نعمل على الحوار، هذا من اكبر العيوب وهذا ليس من شيمنا. الحوار انه حضرتك لا ما حاختصر اذا بدك ياني يعني بنزل بس اختصر. لا وحضرتك الامين العام المركزي متعلم ومحامي، تركني استكمل للاخير. تقول لك الحوار متى يكون بناء؟ الحوار بده طرفين. انت عندك نيه حوار، الاخر ما عنده نيه حوار، شو بتعمل؟ ما انتظرني للأخير يا أخي، أنت محامي. فالمسألة أن ننتظر الآخر لأجل أن يتجاوب معنا في مسألة الحوار، هذه مشكلة. الآخر أقام مؤتمر له وأجرى انتخابات له، هذا كلام حقيقي وصحيح. نحن الهيئة الشرعية للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، نحن الآخر أجراها وهو ليس شرعياً، ونحن بدنا نعطل مؤتمرنا ونعطل كل شيء وننتظر إنه نتحاور معه. طيب يا أخي إلنا 5 سنوات ليش ما تحاورتوا؟ أنا سمعت هالكتب اللي قرأت علينا هلأ كتب غريبة جديدة علينا، يعني كنا نعرف ونتطلع أقله. طيب يعني وجه رئيس لجنة الحوار هاللي منشغل عن هذه الكلمة هلأ وعم بيسير الآخرين، وجهه لأجل أن يقوم بدوره في الحوار. هذا يحوى رئيس لجنة الحوار وأنا منسق معه في لجنة الحوار، وفي معنا نائبه دكتور فيليب سالم، وما أدراكم ما الدكتور فيليب سالم وعلاقاته في العالم ومع الجميع. طيب عطل الجميع، من المسؤول عن هذا التعطيل؟ خلونا نفهم. أنا بقول شغلي، أنا بقول شغلي بالأخير. جاوبني يا أخي الله يرضى عليك. لو سمحت لو سمحت، في أصول الجلسات، في أصول الجلسات، بس عندك تعليق على كلامي بتجاوبني بالأخير لو سمحت. ما حاختصر، عندي كلامي بدي انهي A to Z. إذا بدك قل انزال، أما تقول لي اقطع لي كلمتك ما جاي هون أعمل ببغاء ولا أتشكر حدا ولا أحكي شيء. بنحبك ومنريدك وصديقنا وكل شيء، لكن كلامنا بدنا نحكيه. هذه مصلحة وطنية لبنانية، هذه مصلحة الاغتراب اللبناني، لا تختصر في مسألة أو مسايرة. ما حدا منا بده يساير حدا، كلهم أحبابنا وإخواننا وأصدقائنا سواء منعرفهم أو معرفناهم. المؤتمر أساساً ينعقد لأجل التعارف والتواصل.
يا أخي والله ما حدا منا بيعرف حدا وين بأي بلد وين ساكن إلا بشوفه بالمؤتمر ببوسه 5 سنين ما شفتك. مهم ما هو ذنبك يا رئيس وما تاخدها دخيلك، ما تضلك وعم تاخدها بهالشكل هذا. أنت مضغوط على أمرك وأنا لحلك مضغوط عليك، والله بيكون بعونك، والله يكون وأنت رجل طيب. لكن كمل المسألة إنه نحن اليوم فوجئت بهذه الرسالة اللي اجت من حضرة مدير عام المغتربين. بتشكر الأستاذ أحمد عاصي، بتشكرك جدا إنك أوضحت مضمون الرسالة وهي بالتمني وليس بالطلب، لأنه كانت هذه المسألة سيصار منها ما يصار، وكانت إساءة للأستاذ هيثم جمعان اللي منحبه صديقنا وعزيزنا وخينا ورفيقنا، منحبه ومنحترمه، لأنه أنا سمعت بالكواليسات وبالكواليس هذا الكلام إنه صار فوقي وبالتسلط أو بالوصاية، وهو كان كلام بالتمني ويرجو أن تكون المسألة كذا وكذا. نحن اليوم في هذا المؤتمر ونحن أسياد نفسنا، والمؤتمر منذ دخلنا وأغلق الباب وانعقد المؤتمر وأعلنت حضرتك بداية المؤتمر انحلت الهيئة الإدارية وانحلت كل المسؤوليات. هذا المؤتمر سيد نفسه، بريد ينتخب بينتخب، بريد ينتخب بينتخب، بريد يجدد بجدد، بريد يشكل لجنة لإدارة هذه المؤسسة العالمية لفترة زمنية 3 أشهر 4 أشهر يقرر المؤتمر. نتمنى أن لا يملي علينا أحد أي تصرف، الكل هم من الكبار والكل راشدون والكل مناضلون. بالمسألة الثانية بدي أحكي، لا مزايدة في الوطنية بين واحد أحدنا والآخر، كلنا وطنيون، كلنا لبنانيون، كلنا نعمل في سبيل لبنان. بتمنى هالمؤتمر يقوم بواجباته بالكامل، وبتمنى أنه ما نخمع أحد. وأنا في عندي اعتراض على حضرة الأمين العام سيادة اللي وقف له ما بعرف اسمه من أمريكا، وقف له، هذا اعتراض وهذا لا يجوز. نعم بدك تقوم تضربه؟ ما أنت وقفت لتضربه، لا يجوز. هذه ولأنك وقفت ومديت إيده، هذه لا تجوز. نحن اسمح لي. أنا رح أختصر، بتمنى لهالمؤتمر النجاح، وبالتالي أتبنى كل كلمة صادقة ألقيت في هذا المؤتمر. والسلام عليكم. الأستاذ إبراهيم الفقيه الأمين العام للمجلس القاري الأفريقي. أكرر الاختصار مع محبتي للجميع. لا لا لا، نعم أنا ما بدي أكرر اللي نقال، لا أريد أن أكرر ما قيل سواء كان إيجابياً أم سلبياً. إنما أدعو الإخوة المؤتمرين إلى أن نعتمد ولو لمرة واحدة الجرأة في أن نرى أن الأمور على هذا النحو لم تعد في مصلحة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. لذلك أدعو إلى الجرأة، ومن أجل حماية وحدة لبنان وعزته واستقلاله وتحرير أرضه من براثن العدو الإسرائيلي. لذلك أدعو المؤتمرين تأكيد هذا في الحالة الوطنية، كلنا لبنانيون وكلنا
نسعى من أجل نهضة هذا البلد وتطويره وتقدمه وعمرانه. أدعو المؤتمرين تأكيد أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وأن صيانته تكمن في وحدته الوطنية وفي وحدة مقيميه ومغتربيه، وأن قوته تكمن في تضامن شعبه وجيشه ومقاومته التي استطاعت أن تردع العدو الإسرائيلي وتجعله يحسب ألف حساب قبل أن يفكر في الاعتداء على الأراضي اللبنانية. أما في الشأن التنظيمي، فإنني أدعو إلى تشكيل هيئة حوار جدية، سواء كانت من ضمن انتخاب هيئة إدارية جديدة الآن إذا توافق المؤتمرون على انتخاب هيئة إدارية جديدة، وكونهم كما قيل كون المؤتمرون هم أسياد أنفسهم وأن المؤتمر هو سيد نفسه، فإما أن نتوافق جميعاً على إجراء وتشكيل هيئة إدارية جديدة تأخذ على عاتقها خلال سنة كحد أقصى توحيد الاغتراب وتوحيد الانتشار وكافة شرائح الاغتراب اللبناني من أجل الإعداد لمؤتمر عام شامل يستند إلى شرعية توافقية بين جميع الفعاليات الاغترابية، من أجل الإعداد لمؤتمر شامل آخر ينتخب على أساس هيئة إدارية واحدة تمثل كافة المغتربين اللبنانيين. وإلا فإننا ندعو إلى تشكيل هيئة حوار جدية مستقلة تسعى إلى وحدة القوى الاغترابية خلال 6 أشهر من تاريخه، وإقامة مؤتمر شامل موحد لينتخب هيئة إدارية شرعية جديدة واحدة ممثلة لكافة شرائح الاغتراب. أخيراً، فإني أوجه التحية لمديرية المغتربين وخاصة مدير عام المغتربين الأستاذ هيثم جمعة على اهتمامها في الشأن الاغترابي، وكذلك التحية لرؤساء الثلاثة ودعوتهم لإيلاء الشأن الاغترابي ووحدته شأناً خاصاً وجهداً كبيراً في هذا المجال. وهنا لابد من شكر الهيئة الإدارية ورئيسها العالمي الأستاذ أحمد ناصر الذين عملوا لمدة 5 سنوات بالرغم من كل الأمور المحيطة في هذا العمل. نشكر جهدهم ونشاطهم، وهم باقون في مجال الاغتراب، وهم ونحن وإياهم والجميع من أجل مصلحة الاغتراب ووحدته، وشكراً لكم جميعاً. الكلمة الآن للأستاذ علي الدر رئيس المجلس الوطني السابق في البنين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي السيد الرئيس وكل الحضور الكرام، كل بشخصه وكل من موقعه وكل من البلد الذي يمثل. سمعنا الآراء الكثيرة ومنها الكثير من الإيجابيات، ولكن من حق أي منا أن يتساءل: هل تدخل السلطات في الوقت الحاضر وبهذه الطريقة طليق في اغترابنا الكريم؟ إذا جددوا سله في الماضي، أين كان موقعهم؟ وأين ما عملوا؟ طيب إنسان بيقول لك روح حاوره، ما هو ما بدوش يحاور وعم يتصرف على أساس أنك أنت غير موجود. مين بدي حاور أنا؟ واللجان اللي بدك تشكلها اليوم بدك تحاور مين؟ هو ما أخذ قراره وتصرف على أساس أنك أنت مش موجود. لا يتبقى ننتظر. أنا من موقعي المتواضع بقول حتى لو شكلت هذه اللجنة يجب أن لا تتعدى 3 أشهر على أقصى حد، ويأخذ كل منا ويتحمل مسؤوليته.
قرأت في إحدى الصحف من مدة قصيرة عن مسؤول إسرائيلي كبير: ما شأن هؤلاء اللبنانيين؟ نهدم لهم البيت، يعمرون قصرا مكان. نهدم لهم المستوصف، يعمرون بداله مكانه مستشفى. نهدم لهم الجسور، يعيدونها إلى أحسن مما كانت. إذن لنا موقع يجب أن نعمل عليه، وهو الاغتراب اللبناني. يجب أن نتحسس هذا الأمر. وأنا أعيش في بلد جاء أكثر من 4 أو 5 سناتورات على بلد ليدرسوا واقع الاغتراب اللبناني لبلد عظمى. هؤلاء جاءوا يدرسون مشاكلنا ليحلونها. لا أعتقد أن أي أحد منكم يوافق الرأي على ذلك. جاءوا ليخربوا مصالحنا. في الخمسينات، اسمحوا لي في تمرير هذه، نيكيتا كروتشوف رئيس الوزراء الاتحاد السابق